السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. احنا مكملين معاكم مشاهدينا مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة هناخد وجه جديد من رحمته، هو رحمته بكبار السن. ده طبعا اللي هنعرفه دلوقتي مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك ويبارك فيك يا رب. آمين يا ورك مثله يا شيخ أحمد. الله يكرمك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنده صفات وأخلاق وصفاته كلها جميلة، لكن احنا ماسكين دلوقتي في الرحمة وبنتكلم فيها ومقسمينها كده لكذا وجه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. سبحان الله، السيرة النبوية وخاصة احنا بنتكلم عن أعظم إنسان في هذا الوجود هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو معين لا ينضب أبدا على الإطلاق. وإحنا مهما تكلم الإنسان عن أخلاق النبي وعن شمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام، احنا اللي محتاجين اللي احنا نسمع ومحتاجين اللي احنا نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عارفه زي قضيه نصر النبي صلى الله عليه وسلم، الا تنصروه فقد نصره الله. النبي لا يحتاج نصرنا صلى الله عليه وسلم، بل نحن نحتاج الى ان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نصره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، النصره لابد ان تكون عمليه وان تكون دقيقه. مش نصرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الاحترام الكامل ويعني لكل قول يعظم ويبجل في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا محتاجين أصلا اللي احنا نطبق السيرة دي تطبيقا عمليا دقيقا على أنفسنا وفي حياتنا وعلى واقع الناس. أحد المستشرقين الألمان لما بدأ يقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ عشان يبدأ يطلع العيوب، ف طلع بنتيجة كده فقال: والله لقد رأيت محمدا كان سهلا رحيما لينا عطوفا بشوشا رحيما بالضعفاء. فلما بدأ يقرأ كده عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلع ده. احنا النهاردة بنتكلم عن فئة قد تكون ضعيفة، وهي بالفعل ضعيفة لأن القرآن اللي قال الكلام ده. احنا بنتكلم عن كبار السن. كبير السن ده بيبقى بلغ من العمر وبلغ من الحكمة وبلغ من الوجاهة وبلغ من حاجات كتيرة جدا، اللي هي إنسان ما شاء الله يعني بلغ مبلغا، سواء بقى في العلم ممكن يكون في الحكمة، ممكن يكون في الرزانة، ممكن يكون في الوجاهة، ممكن يكون في الجاه، ومع ذلك لكنه يحمل صورة من صور الضعف اللي هو الضعف البشري، اللي هو اللي ربنا تبارك وتعالى ثم جعل من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيبة. خلاص، اللي احنا محتاجينه ده كما في سورة الروم، تلاقي انسان بيمر بمراحل، يبدا عند سن الأربعين يبدا بقى ايه المستوى ينزل مره تانية حتى يصير ايه يصير ضعيفا كما خلقه الله عز وجل في بادئ امره. فهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبدا يقول: خلي بالكوا، الانسان اللي بيحمل صورة من صور الضعف دي لابد ان تحترموه، لابد ان توقروه. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام دخل رجل كبير له شيبة، وسبحان الله لما دخل المجلس كده الناس مرضيوش ان هم يوسعوا لهذا الرجل، فرق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وسيدنا النبي يعلنها في وضوح تام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ده سيدنا النبي، ويعطي لكل ذي حق حقه. طب ده انت بتعمل كده رسول الله لكبار السن فقط؟ لا، هو لكل الفئات، لكن احنا بنتكلم عن فئة معينة بس هي يعتريها صورة من صور الضعف البشري. بل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأبى ان هو ان الصلاة اللي هي احب شيء الى سيدنا النبي، لان النبي كان يقول لسيدنا بلال: ارحنا ايه ارحنا بها، اللي هي بالصلاة. فيأبى النبي عليه الصلاة والسلام ان حد يطول صلاة الجماعة مع حبه الشديد للصلاة. عشان مين؟ عشان إنسان ضعيف، عشان أصحاب الحاجات، عشان المرضى، عشان كبار السن. وهنا بيتضح سعة أفق النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا بيتضح معنى إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الإسلام، الإدراك التام. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجي واحد يقول له: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح،
ليه؟ قال مما يطيل بنا يا رسول الله، اللي هو معاذ ابن جبل بيصلي يا رسول الله بيطول، وانا راجل مش قادر. لان كتير من الناس بيظن ان دي، خلي بالك بقى، احنا ممكن افتن الناس بسبب الدين، يعني ممكن اطول صلاه طويله جدا في الراجل ممكن يتضجر فينفر من الصلاه بسبب مين؟ بسببك انت، خلاص. فلذلك احنا بنقول يا جماعه تعالوا ننظر الى اخلاق النبي ونتخلق بها، عشان الغرب بيشوف النبي في صورتنا احنا، في اخلاقنا احنا، في افعالنا احنا، في كلماتنا احنا. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اول ما سمع الكلام ده بيقول الراوي انا ما شفتش النبي غضبان غضب شديد زي اليوم ده. طب عمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال ايها الناس ان منكم منفرين. وهو بيخاطب مين؟ بيخاطب اعظم الناس، اعظم خلق الله تبارك وتعالى في هذه الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام، بيخاطب الصحابه الكرام. ايها الناس، والنبي غضبان عليه الصلاه والسلام، ان منكم منفرين. هو بينفر بايه؟ ليه بقى؟ عشان انسان طول بس في الصلاه. عشان خلي بالك ده في انسان كبير مش قادر، او واحد مريض عنده السكر فمحتاج ان هو ياخد العلاج او يدخل اعزكم الله الحمام، او واحده سايبه طفلها، او راجل ما عندوش، الى اخره. فسيدنا النبي يقول ايكم ما صلى بالناس فليتجوز، يخفف. ليه يا رسول الله؟ قال فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه. طيب اذا الناس اللي بتطول قوي دي وفاهمه ان ده على فكره من عظمه الدين وده هو ده الاسلام وما الى ذلك، هم لم يدركوا حقيقه الاسلام. بل سيدنا النبي قال خلي بالك انت ممكن تكون سبب في تنفير الناس عن دين الله تبارك وتعالى. حاجه ثانيه، ده سيدنا النبي بدا يعظم ويبجل في كبار السن لدرجه ان هو بيقول ان من اجلال الله تعالى، من تعظيم ربنا تبارك وتعالى، اكرام ذي الشيبه المسلم. بل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قدمه على حامل القرآن المقصد فيه غير الغالي فيه والجافي عنه. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدمه على الحاكم العادل، اللي هو الراجل مين ده؟ إن دل فإنما يدل على، يعني شوفي سيدنا النبي كيف كان يعظم صلى الله عليه وسلم، فيقول إن من إجلال الله، من تعظيم ربنا تبارك وتعالى، إكرام ذي الشيبات المسلم. بل تخيلي إن يكون سيدنا النبي قائد عظيم منتصر صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائد العظيم المنتصر اللي هو حصل بالظفر ففتح مكة صلى الله عليه وسلم، فيجي أبو قحافة اللي هو أبو سيدنا أبو بكر الصديق، تأخر إسلامه على فكرة 20 سنة، فأسلم يوم فتح مكة. فيجي أبو قحافة عشان يدخل في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسيدنا النبي بص لسيدنا أبو بكر يقول له هل تركت الشيخ في مكاني حتى آتيه أنا؟ شوف مع انك انت القائد يا رسول الله وانت المنتصر، ومع ذلك كل ده احترام لمين؟ احترام الراجل الايه؟ الكبير صلى الله عليه وسلم. طيب معانا تليفونات وناخد اول تليفون. منار اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. ماشي، ممكن اكلم حضرتك الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. هو حضرتك كان في حصل مشكله بيني وبين جوزي وحماتي ما بتكلمنيش وعزلتني، فانا طب منار علي صوتك شويه. يا منار علي صوتك شويه. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين. عندك كام سنه؟ عندي 21 سنه. اه صوتك صغير يا منار. ماشي حبيبه قلبي، بقالك 3 سنين متجوزه وحصل مشكله جديده بينك وبين حماتك؟ انتوا ما صدقتوا جبتوا السن القانوني اتجوزتوا على طول؟ اه انا خلصت المدرسه اتجوزت على طول. ماشي. ايه بقى المشكله؟ احكي لنا. هو عامة احنا كنا بنتناقش انا وجوزي فشدنا مع بعض، فهو شتمني. اه فانا رديت عليه الشتيمة فهو ضربني. ضربك؟ اه. ما هي ردت الشتيمة. انا رديت الشتيمة، انا غلطت. طيب كويس. انا بتنرفز فغلطت. ماشي بس ما تضربيش. وهي ما تشتمش. لا انا غلطت ان انا شتمت، لازم الواحدة تحترم جوزها. طب ما بس ماشي. انا عصبية شوية فهي جت معايا بالغلط. المهم طيب بعد كده ايه بقى اللي حصل؟ المشكله ان هي كانت المشكله بسبب حماتي وكده، فهي طلعت وسمعت احنا بنتخانق وكده. انتوا ساكنين في بيت عيله؟ اه اه. بس احنا يعني احنا في نفس البيت بس الدور شقه لوحدكم. اوكي. اه. فهي طلعت احنا بنتخانق، فانا كنت متنرفزه فقلت لها هي جات لك فهي خليها تنفعك. مامتك هي خليها تنفعك؟ اه جات لك هي خليها تنفعك.
انت قويه ما شاء الله زادت عليك. منك دي شويه. لا اتنين، هي كانت على طول تزعق له لما بنخرج انا وهو، كانت ايه؟ بتزعق له لما بنخرج احنا الاثنين على طول. كانت بتزعق له هو؟ انتوا عشان بيخرجوا يعني الاثنين سوا يعني؟ مش عايزانا نخرج يعني، هي عايزانا مثلا ما نطلعش من البيت الا كل 15 يوم. ليه؟ هي بتقول انا بناتي كده، انتوا زي بناتي. ايه العلاقه يعني؟ عادات، مفيش حاجه اسمها هي عادات عندنا هنا، الواحده ما بتطلعش من بيتها يعني بعد ما تروح عند اهلها كل يعني كل 15 يوم، ما ينفعش كل اسبوع. ازاي يعني؟ ماشي، ايه القانون ده يعني؟ كملي وبعدين؟ هو عندنا كده. فانا اتنرفزت بقى من كلامها واتخانقنا سوا وشتمني وضربني، وهي طلعت تتكلم فانا قلت الكلمه دي واعتذرت منها بدل مره ثلاثه. وبعدين؟ واتصالحتي انت وجوزك؟ اتصالحنا انا وجوزي ومية مية وكل حاجه تمام. تمام. بس هي بقى انا يعني عشان انا زعلتها، عشان انا ما بحبش ازعلها اصلا. اعتذرت منها بدل مره اثنين وثلاثه، رفض الاعتذار وعذرتني انا وجوزي في شقتنا لوحدنا ما بننزلش تحت خالص. فانا زعلانه عشان احنا في شهر مفترض المفروض نتصالح، احنا بقالنا يجي 3 شهور معذورين، فانا مش عايزه ازعلها بس مش عارفه اصالحها ازاي. روحي تسلمي عليها وبوسي ايديها، سهله قوي. بتقول راحت انا اعتذرت لها وهي ما رضيتش. طب وجوزك بقى وضعه ايه في الموضوع ده؟ هو في الاول كان رافض ان احنا يعني نتقاتل او نبعد عنهم. خدتوا لها حلاوه المولد؟ ايه؟ جبتوا لها حلاوه المولد؟ جوزي استلم عزه وراح مديها لها هي تحت. جوزك الاول كان رافض ايه؟ مش فاهم يعني رافض ان احنا نتعزل وكده، ان احنا نبعد عنهم بس. لا شوفي، هو وبعدين العزل ده في حد ذاته كويس يعني، كويس قوي، بس اللي احنا ازاي نرجع العلاقه، نرجع ما العلاقة انا عايزه دون ان ان احنا يكون في نرجع الاختلاط تاني، الشديد قوي ده، لان ده هيجي من وراه مشاكل. احنا عايزين نرجع تاني. انا عايزه اكلمها بس عشان هي كويسه معايا وانا كنت كويسه معاها، بس هي عارفه ان انا ساعات بتنرفز وبقول اي حاجه بس برجع بعتذر. ماشي يا حبيبه قلبي، انت تروحي تسلمي عليها وتقبلي راسها وتقبلي ايديها وتقولي لها والله لن ابرح مكاني هذا حتى تسامحيني. طب بص يا شيخ احمد، هما الاثنين واضح ان هما خلي بالك، بس صغيرين، انا عاوز اقول هي لحضرتك وجوزها صغيرين، هو الجواز ما كانش ينفع ليهم دلوقتي. بصراحه عشان اما اقول لك ان لما اتجوز يبقى فوق ال 30 سنه لا يبقى هو ده الصح. هما صغيرين. لا لا لا، انا ضد ده. لا لا خلاص، هي بس هي كانت محتاجه. فهم هما صغيرين، وبعدين تدخل الاهل يعني، هي بتقول لك انا وجوزي بقينا 100 100 مع بعض. طبعا طبيعي، وهي بتحب حماتها، زعقوا مع بعض وشتموا بعض وضربوا بعض وتصالحوا مع بعض كأن مفيش حاجه حصلت، وهي بتقول انا بحب حماتي، وهي بتحب حماتها وكل حاجه. حماتها لما جت دخلت نفسها في الموضوع، هي دي الغلطه. هي أيوة، ما الكبار ما يدخلوش نفسهم. خلينا بس بين الصغيرين هنا ل 100 سنه الكبار ما يدخلوش، ما يتدخلوش خلاص، مش هي هم مش الاثنين هيسمعوا اتصالحوا الكلام، وبقت هي مش ايه هيسمعوا المشكله كلام. بينها وبين حماتها؟ خلي بالك دي عاداتهم، مش هيسمعوا الكلام خلاص. مش هيسمعوا الكلام ليه؟ طب نعمل ايه؟ مش هيسمعوا الكلام. ماشي. هم الكبار كده ما بيسمعوش الكلام. يعني الا من رحم ربي يعني، واخده بال حضرتك؟ بس هم هيعملوا ايه دلوقتي؟ هي هتعمل ايه؟ تتكلم هي وجوزها وينزلوا يصالحوا حماتها. بس هو ده اللي احنا عاوزين نوصل، اللي هي تروح تقبل ايد حماتها وتقول بس احسن ان محدش يتدخل في حياه حد يعني. هم عشان كده بقول العزله دي، دي ده كويس يعني، الحمد لله جت من عند ربنا. طبعا. خلاص، وما ترجعش ريما لعادتها القديمه. ماشي. تبقى هي حماتها كل يوم تصب عليها، تشوف لو هي عاوزه تخدمها، عاوزه تعمل اي حاجه بكل حب. وحاجه تانية، ما ينفعش برضو الحماه او اهل الجوز او اهل البنت او اي اهل يقرروا على اي انسان، مش من حقه يقرر حرية الناس الآخرين. دي حاجة يعني مش من حق طبائع حد يقول لحد عشان نغير اخرج طبائع كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل سنة ولا كل 15 يوم. أنا حر أنزل وقت ما أنا عايز وأرجع وقت ما أنا عايز. لا أنا بجد بس عشان يعني نغير الطبائع والعادات دي كلها، دي غلط صعب يعني. غلط غلط واحدة غلط. خلي بالك، لا على أولادها ولا على ابنها يعني، هي الست بتقول زي بناتي لأنها جاية من التعود، فهي محتاجة بس الناس تفهم واحدة واحدة، تبدأي تغيري وتخلخلي المفاهيم دي عشان تبدأي تغيري. وبرده كلمة للأزواج الرجالة، إن ما ينفعش مهما حصل إنه يضرب مراته وهي ما تشتمش، وهو اللي بدأ شتيمة. لا هو يشتمها ولا هي تشتمه ولا هو يضربها. المفروض الجواز ده احترام وحب ومودة ورحمة. هو يبدو إن هم لسه صغيرين ومش فاهمين الحياة، بس أنا أرجو إن هي تدون كل ده وأنا غلطت في كذا عشان ما ترجعش إيه تبدأ تعمل مذكرات حياتها من ربنا يهدي كل البيوت يا رب. طيب شيخ احمد، احنا لسه مع بعض مع مشاهدينا. ايوه، لكن بعد الفاصل.
وصلنا معاكم مشاهدينا لفقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه سقيا الماء. مين فينا مش بيغضب ربنا؟ للاسف مفيش، كلنا مقصرين. هتلاقي مننا اللي مش بيصلي، مننا اللي بيأخر الصلاه، اللي قاطع رحمه، اللي عقل والديه، اللي تأذي جيرانها. فطبيعي ان كل الحاجات دي بتغضب الملك سبحانه وتعالى. علشان كده اللي عايز يطفئ غضب ربنا سبحانه وتعالى عليه بالصدقه. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ احمد علوان من عمان الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا يا استاذ، اهلا بحضرتك. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. احنا طبعا بنتكلم عن الصدقه واهميتها، وازاي ان فعلا الواحد يعني هي بتجبر المعاصي فعلا. يعني الواحد لو بيعمل مقصر مع ربنا فيجبر بقى التقصير ده بالصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد. زي ما حضرتك قلتي في المقدمة ان كلنا بنعصي وكلنا مقصرين، كلنا اصحاب ذنوب، زي ما سيدنا النبي قال كل بني ادم خطأ وخير الخطائين التوابون. من الحاجات اللي بتكفر وبتذهب غضب ربنا سبحانه وتعالى الصدقة. وربنا قال في القرآن: قال ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني أنا لو عندي ذنوب، أنا لو عصيت ربنا، أنا لو عملت ذنب من الذنوب، أنا لو قصرت في فريضة أو قصرت في صيام أو قصرت في حاجة وتصدقت، الصدقة تجبر هذا النقص. نعم، بنص الإيه؟ بنص الآية. وابن جرير الطبري بيعلق على الآية دي يقول: الله سبحانه وتعالى يكفر ذنوبكم بصدقاتكم. يبقى أنا عملت ذنب وعاوز أتوب. برضو عايزين نوضح نقطة، هل أنا لو تصدقت بس ربنا يكفر لي؟ لأ، الصدقة متممة، الأساس التوبة، الأساس إن أنا أذنبت سواء كان صغير أو كبير، إن أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنا أندم على المعصية، إن أنا أعزم إن أنا مش هعود للذنب تاني، وبعد كده أتصدق. الصدقة مكملة للتوبة، الصدقة بتكفر الذنوب، الصدقة بتذهب غضب ربنا، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. خلينا نعيش مع الحديث ده ونركز معاه بعد ما نصلي على سيدنا النبي. الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. خلينا في الشق الاولاني بتاع غضب رب، وبعد كده نتكلم عن ميت السوء. اي واحد دلوقتي من اللي بيشوفنا اكيد عنده ذنب، اي واحده بتشوفنا دلوقتي اكيد عملت معاصي، وممكن تكون النهارده من الصبح لحد ما بتشوف الحلقه عملت معصيه واثنين وثلاثه واربعه. لو انا في معاصي انا مش فاكراها او في معاصي انا مش فاكرها، اكفر عنها ازاي؟ اكفر عنها بالصدقه. تمام. لو أنا تصدقت، قد يتصدق الإنسان يا أستاذ دعاء بنية أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه ذنبه، ينفع؟ آه ينفع، زي ما ربنا قال، اللي احنا قلناه دلوقتي في سورة البقرة: وإن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. طيب، ده الشق اللي بتاع غضب الرب. الشق الثاني: وتدفع ميتة السوء. يعني برضو الصدقة من المعينات على حسن الخاتمة. الواحد لو تصدق، واحنا دايما بنقول المسألة دي ممكن كتير من الناس يغفلوا عنها. انت بتصلي كل يوم خمس صلوات، بتروح الجمعة كل جمعة، بتروح شغلك، حاجات ثابتة في حياة الانسان. هو في حد من اللي بيشوفنا دلوقتي في حاجة ثابتة عنده اسمها صدقة؟ في ناس، ممكن تكون ناس كتير وقع منهم الحتة دي، انه ممكن يتصدق يا استاذ دعاء بظروفها، ممكن يتصدق كل شهر، ممكن لما يخطر على باله، ممكن لما بس حد في الشغل ولا من قرايبه ولا من جيرانه يقول احنا بنلم لفلان او عايزين نساعد فلان او عايزين نجهز فلانه او فلانه يتيمه واحنا بنجهزها او لو ما ظهرش قدامه حاجه زي كده عارضه، مش في باله موضوع الصدقه. لا، انت خلي بالك، الصدقه دي حاول تخليها زيها زي الصلاه. يبقى لك مثلا، وبعدين ما تكلفش نفسك، فاتقوا الله ما استطعتم. تمام. انت لو خدت ورد كل يوم 10 جنيه، اظن دي مش معضله انك كل يوم 10 جنيه. لو انت رايح الصبح، رايح شغلك، تدي لحد 5 وانت راجع برضو 5،
10 جنيه، 5 في 5، الحاجات الفكة الصغيرة دي الواحد مش هي ايه مش هتأثر معاه ولا هتفرق معاه. وفي ناس ممكن تقدر تعمل اكتر من كده، في ناس تقدر. بس انت الفكرة انك خليك عايش بده، خلي الموضوع ده شغلك. تمام. في بقى نقطة مهمة، ان عاوزين برضو الناس اللي بتشوفنا، انت بعد كل معصية حاول يبقى لك حسنة، ومن الحسنات اللي تعملها بعد اي معصية موضوع صدقة. ليه؟ الله سبحانه وتعالى قال ان الحسنات يذهبن السيئات. لما انت عملت سيئة واتبعتها بحسنة، الحسنة الحلوة اللي انت عملتها دي هتضيع الحاجة السيئة اللي انت عملتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. دي بقى النقطة مهمة جدا، ان الواحد لما يعرف ان هو عمل حاجة غلط يستغفر ويتوب ويطلع صدقة عشان ربنا ايه يتقبل ويمسح الذنب ده. صحيح، دي حاجة مهمة قوي. طبعا، يعني انا ايه، انا عملت ذنب وانا عارف ان انا عملت ذنب، اصل في ناس كتير ممكن تتهاون، ممكن يبقى مثلا هي قاعدة في الشغل عمالة مع صاحبتها تجيب في سيرة فلانة وعلانة، وفي سيرة زميلها، ولا في سيرة مش عارف جارها، وتقعد الكلام بقى الكتير اللي هو انت رايح الشغل المفروض ان شغلك ده لو انت مستحضرة النية بتاعتك وانت مستحضر النية بتاعتك قبل ما تروح هتاخد على الشغل حسنات، لكن انت قضيت الشغل في انك عمال تغتاب وعمال تنم وعمال يعني واخد سيرة الناس كده تلوكها في بقك وعلى لسانك، وانت عمال تعد حسنات. الله سبحانه وتعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعض ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. يبقى انا عملت ذنب وعارف ان انا عملت ذنب، اتصدق. وانت لما تتصدق، وانت لما تتصدقي، تصدق وتصدقي بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يكفر لك ذنوب عملتيها من سنة او عملتيها من 10 سنين. ما هو احيانا الواحد وهو سايق عربيته او قاعد في البيت او قاعد كده في ساعة صفا، ممكن شريط الذكريات يا استاذ دعاء يقعد يجيب له 10 سنين فاتوا او 15 سنة او 5 سنين او سنة، يقعد يفتكر حاجات ويفتكر ذنوب ومعاصي هو ما تابش عنها. لو انت ما تبتش عنها وافتكرتها على الفور، حاول انك تتخلص من الذنب ده بانك تتصدق. وتصدق ومش يعني مش لازم حاجة كبيرة قوي، الحاجة البسيطة الحاجة الصغيرة دي الله سبحانه وتعالى يتقبلها منك ويجعلها في ميزان حسنات. انت ممكن التمراية، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اتقوا النار ولو ما قالش بكيلو تمر ولا بشوال تمر ولا بطن تمر، بشق تمرة، حتى ما قالش تمراية، بشق تمرة. اللي هو يا جماعة الموضوع بسيط خالص، اللي هو انت بس اقبل على الله سبحانه وتعالى، اللي هو قول يا رب انا بخبط على بابك، يا رب انا مش هيأس ولا حمل ولا هكلم من ان انا كل ما اعمل ذنب ومعصية هرجع لك. تمام. وذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر، ودي ارجى آية في القرآن الكريم، لما قال يا عبادي الذين اسرفوا، شوف دقة التعبير، ما قالش اذنبوا، اصل اذنب يعني عمل له 10 15 20 ذنب، لا، اسرفوا يعني عمل كل حاجه وكل شويه وكل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل مكان عمال بيعصي ربنا. طب لو انا رجعت لربنا ربنا يقبلني؟ طبعا، ما دمت انك لم تشرك بالله شيئا ورجعت الى الله، الله سبحانه وتعالى يقبلك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. كان في 2 متوخيين من بني اسرائيل، النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي عنهم الشيء بالشيء يذكر. كان في واحد شايف نفسه انه مجتهد في العباد. مجتهد يعني ايه؟ حافظ على الصلاه، بيقيم الليل، بيقرا قران، يعني بيعمل كل حاجه، بيزكي. واخوه الثاني كان مقصر، يعني ممكن يكون محافظ على الفرائض بس النوافل ما فيش قيام ليل، مره ومره، ليله وليله. فالمجتهد قال لاخوه يعني اللي هو لا يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة، اجتهد وكده، قال له خليني وربي. فقبض الله سبحانه وتعالى أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى قال للمجتهد: أبو عست علي، يعني أو كنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا، أنت ليه بتقول له إنك ما أنتش داخل الجنة أو هتخش النار؟ تمام. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يأخذوا بهذا المجتهد، قالوا خذوه إلى النار وأدخلوا هذا الجنة. سيدنا أبو هريرة قال: والذي نفسي بيدي تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ضيع نفسه. صحيح، بكلمة. محدش يحكم على حد بس. فعلا. سبحان الله. طيب احنا دلوقتي وصلنا لفقرة الخير اليومية مع مؤسسة سقيا الماء. بيشربوا مية فيها ملوحة، لأن للأسف
والإجابة ببساطة ليس لديهم بديل. المحطة فكرتها هي محطة الشماس. احنا عندنا البير ده، ده البير ده بينزل تحت الأرض، بير التوازي عمقه حوالي 120 متر، وبعد كده بيروح لمحطة التحلية اللي ورايا اللي شايفينها دي، وبعد كده بعد محطة التحلية في خزان للمية، يعني بتبقى مية بتبقى موجودة معانا نستعملها تنفع في أي وقت في أزمة في حاجة، وبعد كده في مضخة للمية بتروح للماسورة دي علشان الفنطاز ياخد من الماسورة دي يوزع للسبع تلاف نسمة اللي هنا في الشماس. احنا جينا لان احنا وعدناكم ان احنا نبحث عن افضل مكان او اكثر الاماكن تضررا واحتياجا علشان نحاول ان احنا نستثمر الصدقة في افضل مكان ليها. جينا هنا مؤسسة سقيا الماء علشان نعمل ايه؟ احنا وظيفتنا ان احنا نعمل البير ده، نعمل مكانه بير تاني ارتوازي، بير اكبر علشان يحتوي او يمتلئ بكمية اكبر بكثير من الكمية دي، علشان يخدم عدد اكبر من الناس، يخدم 7000 نسمة. والماء اللي فيه لما يتعمل صح نسبة الملوحة دي تنزل حتى تكون صفر. فساهموا مع مؤسسة سقيا الماء وتواصلوا مع مؤسسة سقيا الماء علشان نرفع كفاءة المحطة دي وباقي الخمس محطات اللي هنعملها إن شاء الله في مطروح، علشان الناس دي تاخد حقها في المية. لما يكون إخواتك هنا محتاجين مية وعايزين مية تكفيهم، تقف جنبهم ولا لأ؟ إحنا هنا في المكان من الظهر، من الظهر رايحين جايين وبنشوف وندور وفرحانين إن إحنا بنقول لكم على الخير ده وبندل لكم على الخير ده، علشان تحط بصمتك هنا، علشان تأتي يوم القيامة وتلاقي في صحيفة أعمالك إنك ساهمت في محطة شماس في مطروح. قال الله عز وجل: فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إحنا محتاجين نيسر أمورنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا: من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. اللي احنا فيه النهاردة ده واحنا واقفين في حر الشمس، ما بالك في الناس اللي في البيوت لا يجدوا ماء. هنا المحطة بتخدم كام؟ بتخدم 7000 نسمة، متوسط 7000 نسمة في محيط حوالي 12 كيلو حوالين المحطة. 12 كيلو حوالين المحطة، المية هنا مش بتكفيهم يا جماعة. أنا ماسك ديت ليه؟ دي بطاقة الصرف، مكتبتها من العامل، دي بطاقة الصرف علشان يعرف إن كل أسرة اتصرف لها إيه يوم إيه، علشان كل واحد ياخد الحصة بتاعته بس. ليه؟ لأن هو مضطر يعمل كده، لأن هو المية اللي بتطلع له ما بتكفيش، فهو عايز يهد كل واحد حصته علشان كل واحد ياخد حقه. إحنا في مؤسسة سقيا الماء جينا لكم، إحنا ظهركم وأمانكم ومعاكم إن شاء الله، ولن نترككم أبداً. عايزين نكبر وعايزين نعمق وعايزين دايماً نطلع بجديد ونرتقي حتى نرفع كفاءة هذه المحطة. بصدقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. طبعا شفنا التقرير، ودي محطة الشماس مطروح رفع كفاءة المحطة. دي محطة من ضمن خمس محطات يا أستاذة دعاء بنرفع كفاءتها علشان الناس اللي محتاجة مية في مطروح المحطة ما بتكفهمش، فاحنا عايزين هنحفر بير داخل المحطة يكون إضافي للبئر الموجود علشان الناس تاخد حصتها وكفايتها من المية. احنا كنا بنتكلم على
ان الانسان هو تصدق وعاوز يذهب غضب ربنا سبحانه وتعالى وعايز يكفر عن ذنوبه عليه بالصدق. اي حد بيشوفنا دلوقتي طبعا كلنا ذنوب وكلنا معاصي، عايز تكفر عن ذنوبك وعايز تكفر عن ذنوبك وعايز المعاصي اللي انت عملتيها او اللي انت عملتها خلال السنوات اللي فاتت او الايام اللي فاتت تروح عنك، عليك بالصدقه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان الصدقه لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، هتذهب الغضب وكمان هتحسن خاتمتك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتقيق النار، تقوا النار ولو بشق تمرة، وإن الصدقة فكاك المؤمن من النار. ولما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الليل تحدث عن سيدنا أبي بكر الصديق والخير اللي عمله سيدنا أبي بكر، الله عز وجل بعد أن تحدث عن النار قال إيه؟ فأنظرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. والحديث عن سيدنا أبي بكر، لكن مش معنى أن حديث عن سيدنا أبي بكر أن سيدنا أبي بكر بس، لا، كل من يعمل عمل سيدنا أبي بكر ربنا قال إيه؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. فلو عايز تتقي النار وتتجنب النار وتبعد عن النار ربنا ينجيك من النار، عليك بالصدقة. ربنا يكرمك. الله يبارك. شكرا لحضرتك ومشاهدينا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.